هذا البطل المناضل الذي كان لبنة صالحة في جدار الجيش الوطني والذي له يعني إسهامات في كل ربوع اليمن. نهني الشهيد أن شهادته جاءت في هذه الأيام الفضيلة في رمضان، ونعزي أهله ونعزي القوات المسلحة ونعزي القيادة السياسية، ونقول إن شاء الله تعالى يعني أن هذه الدماء لن تذهب سدى، وقادتنا هم شهداءنا، وبحق هم شهداء الوطن لأنهم يدافعون عن الدين والعرض والشرف. ولذلك كما قال قائد المنطقة السابعة أن عزاءهم هو في الجبهات، فنشكرهم كثيرا ونشد على أيديهم هؤلاء الذين يحمون الدين والعرض والوطن، القوات المسلحة. شكرا لهم، شكرا لهم، شكرا لهم.